رؤيا في دقيقة. ضرب زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر بحر إيجا جنوبي غرب تركيا عند الساعة 9:15 من صباح اليوم على عمق قارب 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. شنت فرق مكافحة جرائم المخدرات صباح اليوم عملية أمنية على 60 عنوانا في مدينة إسطنبول ضد الباعة الجائلين المشتبه بهم في تجارة المخدرات، واعتقلت العديد منهم على خلفية العملية. لاستيراد أفخم أنواع الويفر والبسكويت المغطاة بالشوكولا تواصل معنا. وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا يؤكد بأن بلاده تجاوزت ألمانيا في العدد الإجمالي لجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مما جعلها تحتل المركز 7 على مستوى العالم في عدد جرعات التطعيم. فنيرباتشي يخرج من أرض مستضيفه هاتاي سبور بفوز مستحق بهدفين لهدف ضمن الجولة 7 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، ويتصدر عقب فوزه قمة الترتيب بعد أن صعد رصيده ل16 نقطة. تركيا في دقيقة.